قررت انا دي البركات في هذه الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد، انا اترشح لواجب ومسؤوليه رئاسه الجمهوريه لنعيش جميعا وبحق عرس الديمقراطيه. وبالنسبه للعالم المسلم الجاهل والخارج اننا اخطار في الغرب، واننا لسنا في اجواء حاليه، بل اننا في حريه تامه. من يرى في نفسه انه قادر على تقديم برنامج لحل مشاكل مصر وشعبها فليتقدم من اجل العمل على الارض الشعب بعبور الازمات. وانني من هنا اعلم بانني اسعى لتقديم كل ما املك من مال ودم وروح وعرق وفكر وتخطيط وابتكارات لبلدي وشعبي وللانسانيه جماعة. ولكن تصديق كلامي هو فعلي وعملي وخطتي وغرامي العليا طبعا. واعلم انني لم افقد بشرف الرئاسه، ان لم افقد بشرف الرئاسه وتحمل المسؤوليه العظيمه، فانني جندي خادم لهذا الشعب ولرئيسه الذي يختاره وحريته والذي تعلنه الصناديق لاصوات احرار شعب مصر. الذي أدعو جميع شعب مصر للاتحاد ووقف المظاهرات والتقاتل الذي هو إرادة أعداء مصر. تفوتوا الفرصة على أعداء مصر الذين يريدون تدميركم كما دمروا ولا يزالوا يدمروا العراق وسوريا ولبنان وليبيا، ويعملون على إشعال وقود حرب سنية شيعية شاملة لصالح السيطرة لأعدائنا على المنطقة ومجتمعنا العالم، وقيامهم بنصرية الشر للمنطقة. وعلى الجميع إفشال مخططات القوى الشيطانية والناهبين الدوليين وتوجيه قوتنا للبناء والتعمير والدفاع عن أنفسنا ضد أعداء الإنسان، أعداء السلام، قاتل الأطفال والنساء والشيوخ العزل في كل مكان في العالم، مصاصي دماء الشعوب وسارقي حريتهم وحياتهم بالفقر والمرض والجهل والقتل. يا شعب مصر، أنت على موعد جديد مع القدر لتقدم للبشرية أروع ملحمة لقهر البطالة والفقر والجهل والكراهية، وتأسيس لحقبة من التعاون الدولي وهدم صروح الكراهية والحروب وإزالة أسوار التمييز العنصرية وبس روح المحبة والتعاون والحوار وتكريم من يخدم بني البشر في كل مجال. نومة صحيان يا شعب مصر، تعبئة عامة لبدء العمل وتشكيل جحافل التعمير، تبادل الصحراء وتعمير جميع ربوع مصر، واعلان الحرب على الاميه والحرب على البطاله والعشوائيات والفساد. فلنبدا جميعا صفحه جديده ولنعطي فرصه للسلام بيننا وبدء البناء.